لا تنشدوا من هنا خلت. بدنا نعود من جديد متتابعي قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر كما تشاهدوا معنا. يعني مدينة مراكش عاشت يعني قبل لحظات رياح قوية واللي تسببت في سقوط أشجار وخلفت أضرار بالنسبة للسيارات وكذلك مؤسسات ولا يعني البنايات على مستوى مدينة مراكش كما تشوفوا. يعني في اللحظة فاش كانت الرياح قوية يعني كانت تسببت يعني في هذا الريزو اللي تشاهدوا معنا من خلال المباشر انه تقلع من براسته كما تشوفوا. الحمد لله على لطف الله انه كان تشوفوا انه كان اضرار على مستوى يعني الحائط ديال هذا المنزل اللي تعرض للتشققات، في حين الحمد لله انه هذا الريزو هذا تنشوفوا بانه فيه حديد وفيه مجموعه ديال الامور. يعني الحمد لله انه ما خلفش يعني ما طاحش على شي شخص مار من هنا او اشخاص مارين من هنا. حنا معكم في هذه المباشره اللي نواصلوا باش اننا نشوفوا مع الساكنه ديال هذا المنزل اللي كما تيقولوا شوفوا هذا هما المخلفات اللي خلى هذا الريزو هذا كما تتابعوا معنا متتابعينا. في حين تفضل يعني تنشوفوا معنا خلال المباشر يعني حنا في قلب هذا المنزل هذا نطلع فوق ولا فيه يعني كما تشوفوا معنا هاد الناس هادو الساكنه اللي عايشه الرعب هنا في عين الطي الزهر واحد ياك شريف؟ عين الطي الزهر واحد يعني هاد الناس هاد الساكنه عايشه واحد الرعب وعايشه واحد الخوف بسبب هذا الريزو هذا اللي يعني كان لا قدر الله لو استمرت يعني هذيك الرياح بالقوه ديالها فاش كنتوا معنا في مباشرات اخرى لا كان يعني تسبب فيما لا يحمد عقباه. يعني تنشوفوا انه مجموعه ديال الاشجار طاحت بالاضافه انه مجموعه ديال يعني ديال المباني تضررت بسبب يعني كما تتابعوا معنا ومتتابعي قناه شوف تي في يعني تشوفوا بانه هذا اللاقط الهوائي اللي هو الريزو يعني كان في وجهه اخرى كما تشوفوا. الحمد لله على السلامه انه كان اضرب بعض الاضرار في المنزل ما تهمش كاع هادشي كلشي ما تهمش، ولكن اللي مهم وهي سلامه وصحه المواطنين بصفه عامه هذا هو اللي مهم. فالحمد لله هذا الريزو هذا يعني ما وصلش للشارع، ما وصلش للمره، ما وصلش للساكنه، ما وصلش للناس اللي كانوا يعني مارين من في الطريق. شريفه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي دايره صحيحه كلشي بخير؟ الله يطول عمرك بارك الله فيك. الله يجازيكم بخير. الله يسلمك. بغيتك تعاودي لنا اجل لاله. تفضلي لاله. يعني كما تشوفوا معنا يعني للاسف هذا الشيء كان لا يحمد له عقبه. شريفه منك تعاودي لنا كيفاش وقعت اجل لاله الله يجازيك بخير هنا. اش اللي وقع بالضبط؟ كيفاش وقع؟ فاش جات العجاجه؟ تفضلي. ثلاثة سيدي ثلاثة تخطرن، ثالثة طاح هادشي. نعم. طاح هادشي المرة كانت هنايا. عرفتي على خلعة؟ ما نقولكش عليها. هاد الناس الله يهديهم. وحق الله الله يهديهم 15 سنة وهما معاهم. راه آدة هادي. راه آدة هادي. واش هاد الناس كون الأسرة ماتت ولا كون طاحت على هذاك الوالد. ولا هاد المرة قعدت من الشهر كيف يكونوا هاد الناس؟ يلا كيف يكونوا؟ واحد الولد عنده السكر مريض، هذا مسكين توا مريض، راه ما كاين ما نقول لك أوليدي، ما كاين ما نقول لك أوليدي. يعني فاش جات كانت هذيك العجاجة قبيلة ديال قبيلة حسيتوا بشي حاجة؟ حسوا هما بشي حاجة، داك الشيء حنا كنا داك حسهم الله أعلم. المرة كانت هنا تتقضي، قالت نقول الأولى قالت ما شفت والو، الثانية الثالثة قالت طاح داك الشيء اللي طاح. زعزعت الارض لتحت زعزع الله يحضر السلام. الراجل طلع تيجي قال ما بقى تحت طلع لقى هاد الكارثه هكا. ما شاء الله ما شاء الله والله يهدينا وليدي ما شاء الله. وحق الله هاد الناس اللي داروا واحد الاداء ما شاء الله يحيدوا يديروا معاهم حل. راه هادشي ماشي راه ماشي والسطاح ما نعينوا عليهم تيبغيو يقعدوا 15 سنه 15 سنه 15 سنة باش جاو. نعم 15 سنة وهذا الريزو كاين. وهذا الريزو كاين. نعم. هما متضرين. هما مضرين. نعم. هما في الدار. هما خاويين في الدار وحنا نعم. يلا هما وعلى هذو كان يلا حضر السلام. شو هاد الكارثة هكا؟ نعم تفضلي. لا واخا بلاتي خليها هي تدوي الله يستر. شو هاد الكارثة هكا؟ نعم. كون جات في الكوزينة هاك على بال تبقى شي حاجة هنا. ما شاء الله. ما غادي تبقى حتى شي حاجة وليدي.
لا اله الا الله، كلشي غادي يمشي. شو هاد الحاج جاب الله، هاد الحاج سبحان الله العظيم ما طاح. الحمد لله، يلا الحمد لله على السلامه. الله تعالى تيدير اللي فيها الخير، والله تيدير تاويل ديال الخير هاد الناس. الله يهديهم ما شاء الله، الله يهديهم هاد الناس وحق الله العظيم الله يهديهم. راه بنادم شحال هما تيباقي باهم الله يرحمه دار معاهم، قال لهم تحيدوا وما هداهمش الله. باقي باهم يعني كانت في النزاعات على هاد الريزو اللي تركب هنا في الدار من نهار ركب. هما في الخلعه ما تيبدوش اللي يعطيو، يقعدوا في السطاح ولا يجوا الناس ضيافتي يدخلوا يلهيه خايفين منه. الا تحرك برد تحرك الشتاء. هاد ديال الوليدات الصغار كاينين هنايا، هاد الوليد هذا وكاينين جوج، يعني ثلاثة الوليدات الصغار كاينين في الدار. وكانوا هنا في السطاح في هذا الدار فوق فوق. لا كانت هي المرأة مولات في الدار، كانت هنا وهاد الوليد كانوا هنا تينشروا. يلا نزلوا يلا مشات لهي تسمع داك الشيء، راه كلشي المرأة جرى فيها والمرأة الأخرى تاهي جرى فيها. راهم حالتهم والله القسم حالتهم مساكن بالخلعة. هذاك اللي فيه السكر توا حالته، هاد الوليد هذا توا حالته. إيوا لا اله الا الله، هاد الناس الله يهديهم. هاد يفرجها الله ما عنده هاد يا ربي. هما ما بغاوش يهديو الجيران، ما شاء الله ما بغاوش زعما يديروا معاهم داك. باقي المرحوم الله يرحمه تيقول لهم حيدوا عليا هاد الكارثه، هادشي حيدوه. داروا معاهم خمس سنين قالوا لهم غادي يحيدوه، ما تلو حيدوه. وحتى جات هاد المصيبه على هما يقيسوا يكونوا هما في بلاصه هاد الناس وغادي يكونوا. يلا هادي فرج الله الوالده، هادي فرج الله، هادي سيدي ربي يدير تاويل. هادي ديال الله تعالى، ما بغا يعقروش الناس. هاد ما بغا زعما يديروا معاهم شي حاجه، ما بغا يقولوا لهم هي حيدوا، واخا دابا نحيدوا دابا نحيدوا. يوم سبحان الله العظيم الله تعالى على كل ماتوا هاد الناس. واش باقي بغا يتخلفوا؟ نعم باقي بغا يتعوضوا؟ الحمد لله على السلامة. اللهم الحمد لله على السلامة. تنهضروا تنعندوا نقول الحمد لله على السلامة. وهذا ابتلاء. ربي دار التاويل تاع الخير. الحمد لله. الله وقف معاهم. لا اله الا الله، وقف معاهم. هاي صوب الله يهدينا، هادي صوب الله يهدينا. الرساله وصلت، وصلت الوالده. الله يستر عليك، الله يطول عمرك، الله يخليك الصحه. الله يرحم والديك. الله كاين انت مشكل. الله يجازيكم هذا خدمتنا. الله يرجع عاقبتكم على خير. هادي عمل ديالنا. الله يستر عليكم اوليدي. مرحبا الوالد. هادشي اللي عطى الله اوليدي. الله يفرجها عليكم. زعما لا اله الا الله. هادي فرجها عليكم الله، هادي فرجها عليكم الله. الناس الله يهديهم. هادي فرجها الله الوالد. يا ربي يا ربي. هادي فرجها الله ان شاء الله. اذا كما تتبعوا معنا متتبعينا، حنا في عين الطيف في الزهور واحد ياك، الزهور واحد. الزهور واحد. كما تشوفوا معنا متتبعين، هذا الريزو اللي كانت واحد الرياح، رياح قويه، باش نعاودوا نوضعكم في الاطار بان كانت واحد النزاع ما بين هاد الناس هادو. تشوفوها هما ساكنين في المنزل ديالهم، يعني كان الناس كايها الناس، في حين هذا المنزل الاخر اللي من الضفه الاخرى يعني جا كباد الريزو، هما ما تيساكنش في هذا الدار. قدره الله والمشيئه ديال الله انه هاد الرياح اللي جات قويه كانت سبب في انه هذا الريزو هذا كان بين التراما للزنقه، وكان بيوقع ما هو أسوأ لا قدر الله. كان هادشي يقدر غادي يطيح على الساكنه، يقدر يطيح على المراه، يقدر يطيح على السيارات، يقدر يطيح على الدرجه الناريه او هوائيه، اي شي واحد كان دايز من الشارع هنايا في عين الطي في الزهر واحد. يعني الحمد لله على السلامه في كل الاحوال. يعني كان نزاعات ما بين هاد صاحب المنزل الان اللي ولا مريض بالسكر، مريضه الله يحسن العوان. تنشوفوا هذا هما المخلفات اللي خلى هذا الريزو كما تشوفوا. يعني السيده لحسن الحظ، يعني السيده اللي كانت ساكنه هنايا كانت هنا في السطح عندها تقوم بعض الاشغال هنا في هذا السطح هذا. الحمد لله على لطف الله انه هذا الشيء كان طاح في بلاصه بعيده. هذا هو يعني هذا هو اللي نقدروا نقولوا بانه يعني انه ما خلفش شي حاجه اللي يقدر تكون عندها شي تبعات، او انها تكون يعني تشوف كابليات. تنشوفوا هنا كابليات ثقال، تنشوفوا ما شاء الله حديث كبير. يعني هذا الشيء كان طاح على شي واحد صغير ولا شي مرة كبيرة ولا شي واحد كان هنا في السطح. تنعرفوا درجة الحرارة مرتفعة بشكل كبير، يعني والناس يفضلوا انهم يقعدوا في المراحات هنا يعني في السطاحات باش انهم يتناسوا شي شويه، لانه الحيطه سخان. الناس درجه الحراره مرتفعه اللي وصلت اليوم 47. هذه الرياح هذه جات يعني ولو هذه الرياح يعني هذه العاصفه ماشي عاصفه نقدروا نقولوا، هذه الرياح يعني العجاجه اللي جات كيف ما كان الحال واخا جات بالرمال يعني لطفات شويه الجو، جابت واحد شويه الامطار خفيفه على العموم. حنا غادي نمشي نشوفوا الشارع، نمشي نشوفوا الشارع الوالده باش نقربوا الناس ثاني شي شويه من هذه الواقعه هذه. الحمد لله على لطف الله، هذا هو الامل والمامول. كاين حتى مشكله الشريف. اذا كما شاهدتم معنا حنا في عين الطيف قلب هذا المنزل هذا،
ولكن حتى مشكل لا. يعني في قلب هذا المنزل هذا اللي تضررت الواجهه ديالو نعاود ناكد ونعاود يعني المتتبعين بانه تضررت الواجهه ديالو بسبب هذا الرجل هذا اللي طاح في منزل في ضفه منزل اخر يعني طاح في الجهه الاخرى ديال الدار الاخرى اللي ما عندها حتى شي علاقه بهذاك الرجل اللي هو في وسط منه يعني اللي تم التثبيت هذاك الريزو يعني في منزل اخر وطاح يعني على 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 سطح ديال منزل اخر تشوف هذو المخلفات يعني خلى حجر وخلى يعني خلى يعني يعني الحجر هنايا يعني احنا بمقربه من الشارع كما تشوفوا كما تتبع معنا كاينين اطفال كاينين ساكنه كاينين مره كاينين يعني كما تشوفوا معنا متتبعينا خلال المباشر يعني هذا الريزو هذا هو اللي كان في هذا المنزل هذا اللي من الجهه الاخرى واللي كان يعني تشوفوا انه سطح منزل اخر كما تتبع معنا فاحنا يعني تنتمناو على السلطات المحليه وكذلك يعني الشركه المكلفه ديال هذا الريزو بالاضافه للمسؤولين على القائمين على هذه الامور هذه انه تدخلوا لانه تيشكل خطر كما كنلحق في هذا الريزو غادي يشكل خطر على المره فنتمناو ان يكون شي تدخل سريع لانه تضررت الواجهه ديال المنزل بشكل كبير وكذلك الساكنه الان ولات المره والساكنه بشكل كبير يعني كلهم متخوفين من ان هذا الريزو يقدر يطيح في اي لحظه او اخرى على الناس اللي بالقرب من هذا الشارع هذا وقال لنا نشكركم شكرا على حسن المتابعه الى مباشر اخر على قناه سوب تيفي.